فين يا هراب؟ ابدا يا فندم، انا بس ما حبيتش ازعج سعادتك زي كل الازواج ما بيعملوا مع زوجاتهم. انت عارفه جوز سعادتك يا فندم؟ لا، انا جوزي احسن جوز في العالم. تحت امرك يا فندم. قول طبعا انت بقى عايز تعملها حلوانه في سلوانه وتمشي من غير ما اشوفك ومن غير ما اكد عليك. ابدا والله، انت عارفه انا نفسي اخد اجازه اكتر منك، نفسي استريح، اخدك انا وانت والولاد ونروح نصيف زي كل البني ادمين ما بتعمل. انا خلاص يعني الاجازه مضمونه، يعني انا صحيح بقالي 3 سنين نفسي اخد اجازه وما خدتش اجازه، لكن خلاص المره دي المدير موافق، يعني ان شاء الله باذن الله اخد منه الاجازه الامضه واخدك ونروح اي مكان، صحرا كان او بستان. ده وعد يا ماهر؟ وعد يا فندم. زي وعودك اللي قبل كده. لا 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 لا، المره دي حاجه تانية خالص، المره دي المدير وافق فعلا. انا كان ممكن امشي من غير ما اشوف المدير، لكن تعرف طبعا ما يصحش، لازم اقابل المدير ويعني اقول له ان انا هقوم بالاجازه وامشي. ها يعني اطمني المره دي 100%. حبيبي يا ماهر. لا لا لا، ما تزعقيش، الاولاد يصحوا يلاقوا امهم بتحب في ابوهم يعملوا ايه بقى؟ ها ربنا ما يحرمناش منك ابدا. ولا منك يا حبيبتي، خلاص جهزي نفسك عشان هنسافر عند غروب الشمس، يعني ساعة الطراوة. طب والغدا؟ انا عارف الكباب. ها انا وعدتك كام مرة وما وفيتش بوعدي، لكن المرة دي مضمون، وانا رايح المكتب حفوت على بتاع الكباب، اوسع الكباب، اقابل المدير وارجع اجيب الكباب ونتغدى، وبعد الغدا نسافر على طول. باي باي يا فندم. مع الف سلامة. الله يسلمك. يا ريت يا نجوى، يا ريت. احنا لازم نغير جو اول ما نخرج من عند المأذون على طول، وانت يا منى لازم تقفي جنبي وتساعديني، لازم سامي يوافق ويقتنع اننا نغير جو، نشوف مكان جديد، ناس جديده، ناخد اجازه. تصوري احنا من يوم ما اتجوزنا لحد النهارده ما خدناش ولا يوم اجازه، حتى يوم الراحه يوم الجمعه سامي كان بيشتغل فيه. تعرفي يا نجوى ان عندك حق، الانسان لازم ياخد اجازه ان شاء الله من نفسه، لان الكبت ممكن يولد ضغط وانفجار. يعني مثلا كده نروح شرم الشيخ، نروح مرأية، اي مكان بعيد نرتاح ونجدد حياتنا ونغسل نفوسنا. سامي اتاخر فعلا، ده متفق معايا انه هيروح يجيب ام حمدي ونتقابل هنا اهو، وبعد كده هننزل كلنا نروح للمأذون، ده قال لي 8 بالكتير هيبقى هنا، والساعه دلوقتي 10 الا ثلث. انا هتصل بيه في التليفون. انا طلبته مرتين، يمكن سهره امبارح واللي حصل امبارح خلاه ينام ما يدراش بروحه. جرس بيضرب محدش بيرد. اكيد نزل. لازم هو. صباح الخير. صباح النور. اتفضل. تعال يا خميس اقعد. ازيك يا مدام نجوى؟ الحمد لله. الله، انت بتبص لي كده ليه؟ ها؟ لمؤاخذة، ايه الاخبار؟ طبعا سيادتك قريت جرايد النهارده. طبعا منشور في كل الجرايد اعلان مدفوع الاجر من السيده مها ابو الخير، رصدها 50,000 جنيه لاي واحد يدلي ببيانات تفيد في التحقيق في قضيه مقتل هاله النمس. هو سامي لسه ما جاش؟ لا ما جاش، ولا حتى رد على التليفون. ما انا عديت عليه الصبح برضه وانا رايح مكتب الصحة، ما لقيتش حد في البيت ولقيت الباب مقفول. الكلام ده كان الساعة كام؟ كان على الساعة 8:00 وربع. يكونش بايت برا. بايت برا؟ يعني ما راحش الشقة ولا بات اساسا في البيت؟ مش كده يا نجوى. لا انا ماشية. ماشية ماشية ده ايه؟ ما بلاش التصرفات اللي ملهاش معنى دي. ميرسي يا منى. انا مش قصدي. ولا قصدك نجوى، ما تحمليش الكلام اكتر من معناه ارجوكي.
انا اللي ارجوك يا ناس، انا اسفه ازعجتكم وصحتكم من النوم. عيب يا نجوى، ما يصحش، احنا اصدقاء. وبعدين سامي في ورطه ممكن توصله حبل المشناه اما لقيناش دليل براته. يا ناس افهموني، سامي دلوقتي في ورطه ومش وقته الموضوع بتاعنا ده خالص. على ايه ده كله يا نجوى؟ يمكن يكون في ظروف اخرته، يمكن يكون حصل له حاجه عند ام حمدي. الست ام حمدي دي ما تبطلش كلام ابدا وانا مش مرتاح لها. تفتكر الإعلان اللي نزل في الجرايد ده ممكن يعمل حاجة؟ أنا مش عارف ما هتعمل إعلان زي ده ليه؟ تدفع 50,000 جنيه لمن يضلي بمعلومات تفيد في القضية ليه؟ ده سؤال، إنما السؤال الأهم، هل الإعلان ده هيفيد القضية؟ طبعاً، دي نتائج خطيرة، يا هيكون في جانب سامي يا ضده. حمودة 50,000 جنيه مكافأة يا ابن 50,000 جنيه ايه بس؟ الله، ما يمكن خدعة. هم 50,000 جنيه دول شوية؟ انت هتكسر مقادفنا ليه؟ ما بقولك مكتوب في الثلاث جرايد بالبنط العريض، اجيب لك الجورنالين من جوه مكتوب فيهم 50,000 جنيه مكافأة للي يعرف. ارزاق. قصدك ايه؟ قصدي يعني اللي يعرف هيكسب. انا بعرف. ايه والله ما هتسكت الا ما تحط نفسك في حديد يا ابني، خليك في حالك. بقول لك انا اعرف يا عم دياب. اهدي، وانت بس اللي بتعرف؟ طب ما احنا كلنا بنعرف، بس احنا مالنا ازاي؟ دول 50,000 جنيه. عارف يعني ايه 50,000 جنيه؟ يعني انا لو اشتغلت طول عمري ليل ونهار على اسانسيرات القاهره مش هلمهم. يا ابني اعجل اعجل وما تفتحش على نفسك ابواب ما انتش جد. ايه بقول لك انا اعرف حاجات ومحتاجات. اوبا، انت بس اللي بتعرف؟ طب ماني كمان اعرف. انا ماشيه. ماشيه؟ مش رايحه فين يا بنتي عزيز؟ عندي مشوار مهم. انت يا بنتي مش قلت هتقعدي معانا النهارده لحد بعد الظهر؟ قلت لك عندي مشوار مهم جدا. سلام. مشوار؟ يوه، ده انا كمان لازم امشي. وادي حموده رايح فين؟ رايح مشوار. مشوار ده ايه؟ والسانسير هتسيبه لمين؟ يولع الاسانسير واصحابه بجاز. طب بس اهدي اهدي ونتفاهم، ناوي تعمل ايه؟ اذا لازم الامر نروح سوي. اسمع يا حسني. نعم يا معلم. اللي مكتوب عندك في الجورنان ده مظبوط؟ ها يا معلم، اقراهولك تاني. هذه المصايب، 50,000 جنيه للي يعرف حاجه، دي هتبقى حكايه يا حسني. قلت لك يا معلم بلاش، وانت اللي ما سمعتش كلامي. هو كان حد عارف انها هتتقتل؟ دي حكايه ما كانتش على البال ولا على النيه. ها ما قلت لك يا معلم، البت دي مش سهله. بس بصراحه بقى يا معلم ومن غير زعل، البت كلت عقلك بالشويتين اللي عاملاهم في نفسها. طب خلاص خلاص يا اخوي، انت هتعملها لي موال ولا هتعملها لي موال؟ بقول لك ياد، غور بقى من قدام السعاد، غور من قدام الاسيح دامك. غور ياد. الظاهر الحاله رجعت لها تاني. الله يكون في عونها. تعال تعال اعملك ليمون. الساعة داخلة على واحدة. الصبر جميل يا نجوى، ما تعمليش في روحك كده. عدم حضوره ملوش غير معنى واحد بس، انه مش عايزني. سامي يا بنتي ملوش غيرك. سامي ما جاش ومش هيجي، وانا مش هقدر استناه اكتر من كده. انا عارف انه مش عايزني، ما صدق يخلص مني. ده كلام يا بنتي تقوليه؟ انتظار مش مقدرة الورطة اللي سامي فيها. انا ماشية 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 من غير ما تطمني على سامي. كمان جاله يتكلم في التليفون، كان المفروض يتصل بجنواني وما اتصلش، يبقى اكيد في حاجة. انتوا ليه بتخدعوني؟ واحنا نخدعك يا بنتي؟ احنا كلنا بنحبك واصدقائك. اذا كان ابويا اللي خلفني خدعني وعيشني مع واحدة ما هياش امي على انها امي، والراجل الوحيد اللي حبيته بعد ما طلعني راح اتجوز، كل ده ما حصلش. اوعي من وشي يا منى، اوعي. اهدي يا نجوى، اهدي اهدي يا نجوى، اهدي يا نجوى. طبعا اهدي يا نجوى عشان نجوى مجنونه. انت مش مجنونه ولا حاجه، انت يا بنتي اعصابك تعبانه ومش كويس كده عشانك. انا في الاوتيل لما ساعدت البي شرف عرف مكاني كويس قوي. يا نجوى مش كده. وبعدين سيبيها تروح الاوتيل، حالتها مش طبيعيه. انا في سامي دلوقتي اللي مش عارف هو فين. شكلي قوي.
متشكر جدا جدا. ربنا يخليك يا دكتورة إيناس. اتفضلي حضرتك، اتفضلي، مع السلامة. مع ألف سلامة يا دكتور. ده أنا اتأخرت جدا. ها؟ محدش بيرد. يمكن راح الجريدة. قابلت نجوى؟ لا. هي مشيت؟ كسكتة اللي أنت لابسها دي. شفت يا جراني؟ أبو عباية سودة كان عندي في البيت وضربني على دماغي. هي نجوى راحت فين؟ نجوى في الأوتيل وحالتها وحشة جدا ولازم أروح لها فوضى. أنت هتردها يا سامي ولا لا؟ هردها والله. نروح ناخدها من الأوتيل وأنا هطلع بيها على أقرب مأذون. بس المشكلة إن مدام مهب الخير صاحبة الجرنان منبهة عليا أقابلها في الجرنان ضروري جدا. مش عارف اعمل ايه. يبقى تروح على الجريده وانا وجرواني هنروح على الاوتيل، ولو حصل حاجه اتصل بينا في الاوتيل. كلام مظبوط، ده صح. سلام عليكم. عليكم السلام. لو سامي ونجوى رجعوا لبعض حاجات كتير قوي هتستقيم يا جرواني. احنا ورانا شغل كتير يا منى، دياب وحموده وعزيزه وغيرهم. وبعدين الاهم من ده كله ان البوليس ابتدى يشك في سامي، وماهر خد اذن من نيابه التفتيش شقته. خلاص زهقت، ضهقت، كرهت عيشتي. هعمل ايه؟ اروح فين يا ربي؟ يا شحتة، شحتة بتعمل ايه يا شحتة؟ سيب اللي في ايدك وتعالى بسرعه. تعالالي. حاضر يا معلمي، حاضر. بص بص للصوره اللي في الجريده دي. ياه، 50,000 جنيه مكافاه. مكافاه يا بني ادم، سيبك من المكافاه دلوقتي، بص للصوره كويس. عارفها دي؟ الست اللي اسمها هاله، مدام هاله. الله، دول قتلوها. طب تصدق يا معلمي، انا كان قلبي حاسس ان الست دي مش هتموت طبيعي، وانها مش هتعمر كمان. عايزك تطلع لي كل الافلام اللي فيها صور ليها، وتطبع لي نسخه من كل الافلام اللي هي فيها، وانا اوصل لحد محطه سيدي جابر احجز تذكره في الديزل، وعلى ما ارجع تقوم جهزت لي الصور يا خفيف، فاهم؟ حاضر. الله، وانت تعرف عنها حاجه معلم كحيل؟ حاجات ومحتاجات، يظهر ربك هيفرجها علينا من واسع، او ندفع الضرايب المتاخره ونروق الدكان ونشبرق نفسينا حبتين. حضر الصور على برجع لك يا شحتك. من عينيا يا معلمي. نجوى سعد، نجوى يا نونا اسمعيني. انت عايز مني ايه؟ اسمعيني يا بنت خالتي. انا مش بنت خالتك. انا ماليش ذنب في اي حاجه حصلت. انت ونظيره السبب في كل اللي حصل لابويا. ما انت كده بتظلميني. بظلمك؟ انت عارف الفلوس اللي انت عملت بيها الاوتيل دي فلوس حرام؟ انتوا السبب في كل حاجه، انتوا السبب. الفلوس الحرام معاكي انت. ما هي انا ما اعرفش حاجه. انا لو اعرف مكان الفلوس كنت ارشدت عنها البوليس وانقصت سمعه ابويا. ابوكي مات وانا دلوقتي مفلس، وحقي لسه عندك. اسمعي، بلاش نتجوز، لكن تاخدي الفلوس لوحدك؟ لا لا لا. انت عارف لو ما بعدتش عني انا هصرخ والم عليك الناس. تصرخي ده ايه؟ اصرخي وعلي حسك. انا هخليكي تندمي على اليوم اللي انت اتولدتي فيه لغايه ما تطوعيني على اللي انا عايزه. ابعد عني يا بني ادم واسيب ايديا، هصوت. ابعد، انا مش فاهم انت عايز ايه. اوعى. طب يا نجوى، انت متاكده انها سابت الاوتيل؟ ايوه يا فندم، دفعت الحساب ومشيت من حوالي ربع ساعه، 20 دقيقه تقريبا. باردون. وبعدين يا جروان؟ وبعدين ايه؟ هي نجوى مش عارفه الظروف اللي بتمر بيها جوزها. انا حاسه انها مخبيه حاجه. مخبيه حاجه زي ايه؟ حاجه خاصه بالمرحوم ابوها.
انت مصره انك تعملي ضابط بوليس؟ نجوى تعبانة يا جروان. انا كمان تعبان وسايب شغلي. عندك حق، بس نجوى قلت لك انا تعبان وسايب شغلي وعايز اقف جنب الراجل المسكين ده اللي هيروح في شربة ميه كده اوانطه. ما هاي انطلبت بنفسها انها تقابلك؟ الله، حضرتك ليه مش مصدقني يا صبري بيه؟ صدقك ازاي؟ انت الظاهر الضربة اثرت على نفوخك دخلت فيوزاتك في بعض. طب اقول لسعادتك حاجة، سيبني انا ادخل ليها كده واي حاجة تحصل جوه انا مسؤول عنها. بقى الحق عليا برضو يا استاذ صبري، ده انا كنت داخل لولا الاستاذ احسان قابلني قال لي رايح فين يا استاذ سامي، قلت له داخل لمها هانم، قال لي على طول كده، قلت له اه طبعا على طول، قال لي لا برضو ما يصحش عدي على الاستاذ صبري، اهو منك تستأذنه ومنك تعرف ايه عايزاك في ايه. طب اجري، ما تنحليش، اجري. الاحسان قال له استاذ سامي. ايوه هانم، انا صبري، اسف على الازعاج، عندي محرر صغير كده، هو من محرري شبان. لا اكيد سعادتك مش هتعرفيه، بيقول ان سعادتك طلبت منه انه يقابلك. ايوه يا هان، مظبوط، اسمه سامي توفيق. حالا يا هانم هجيبه لسعادتك واجي. طيب تحت امرك. ما كنا قاعدين بقيمتنا، اهو انت اللي جبته لنفسك. معلش يا استاذ صبري، اتفضل بقى يلا بينا. لا اتفضل، فين يا اخوي؟ روح لوحدك، انا مش فاضي. وانا مش فاهم. اهلا يا استاذ سامي. ايه ده؟ دي اكيد حادثه، عشان كده اتاخرت. اتفضل ارتاح. لا يا فندم، ارتاح ازاي قدام حضرتك؟ ما يصحش طبعا العفو. اتفضل ارتاح. ما هو اوكي، تحت امر حضرتك يا فندم، متشكر. خير يا استاذ سامي؟ خير يعني ان شاء الله. ما هو حضرتك يعني اللي طلبتي تقابليني وانا تحت امرك. انا جات لي معلومات انك انت من انشط المحررين في قسم الحوادث. متشكر جدا يا فندم. على فكره انا مش بعتبر نفسي صاحبه جريده وبس، انا بعتبر نفسي مسؤولة عن كل العاملين في الجريدة. وطبعا انت عارف ان اتصالاتي كتيرة شوية بالناس. طبعا بالتأكيد، عشان كده قلت يمكن الاقي لك حل لمشكلتك. هو حضرتك عرفتي؟ طبعا. يا ريت يا مدام مها، ده انا عندي مشاكل ملهاش حل. خلاص نبتدي بمشكلة هالة النمس. هالة النمس ده هي دي يا مدام مها مشكلة المشاكل، وحكايتها طويلة قوي. انت تهمني جدا، ولا يمكن اسيبك تتعلق على حبل المشنقة. وهالة كمان الله يرحمها تهمني، ويهمني جدا اقدم المجرم للعدالة. علشان كده اعلنت في كل الجرايد على اني ادفع 50,000 جنيه مكافأة للي يقدم لي معلومات عن الجريمة دي. اتكلم يا سامي ارجوك. هتكلم يا مدام. بص حضرتك، هي اذا عارفة المشكلة تبتدي منين؟ تبتدي من ساعة ما خرجت انا ونجوى مراتي من عند المأذون بعد ما طلقتها. انت تاني؟ هو انت مالكيش شغل غيرنا يا ستنت ولا ايه؟ هاعمل معروف يا دكتور، هاعمل معروف، ابوس ايديك. اعمل الوجه اللي انت عليه. احجزني في المستشفى، انقذني. انت عارف انا لو خرجت بره المستشفى هتخنق صدقني. طيب لو خرجت بره. خلاص انا هديك حبوب مهدئة. انا مش عايزة حبوب مهدئة. طب اعمل لك ايه عشان تعرف ان انا مجنونة؟
ايوه 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 بس ايه بابا بريء بس هما سابوني 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 لوحدي سابوني. ايه ده ما تخافيش ما تخافيش. انت هتدوني حقنه؟ ما تخافيش. طب ماشي حقنه ماشي ماشي انا موافقه ادوني حقنه بس 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 بلاش الكهرباء بلاش ادوني كهرباء. عارف ليه؟ لان انا عندي رطوبه ولو ادتوني كهرباء هيحصل قفله ولو حصلت قفله انا هبوظ الدنيا. طيب خلاص بلاش كهرباء وانا موافقه الحقنه. دي موافقه الحقنه خد اهو حقنه حقنه بس بلاش كهرباء. ماشي الحقنه بس بلاش كهرباء احنا اتفقنا. دلوقتي هتهدي خالص هبوظ الدنيا خالص عشان انا لو خدت كهرباء هبوظ الدنيا خالص هبوظ خالص. مسكينه عم بكمل الدور. لا دي مش مجنونه دي عندها ازمه نفسيه حاده خدوها تحت الملاحظه. ادي كل الحكايه من ساعه ما صحيت عند هاله ولقيتها مقتوله لغايه ما رميت الفوط والمقصات في النيل زي ما قلت لحضرتك. هي دي الحقيقه والله على ما اقول شهيد. انت راجل كذاب. كذاب كذاب ازاي بس يا مدام؟ ده انا قلت لك كل الحقيقه بزحافرها. انت اللي قتلت هاله يا سامي. انا؟ حرام عليكي والله العظيم ما حصل. انت اللي قتلتها يا سامي وانا عندي الدليل انك انت اللي قتلتها والدليل بصوت هالة. يا خبر اسود. طب اعمل ايه بس علشان تصدقيني؟ والله العظيم ما حصل. فاكر رقم التليفون اللي متسجل على ذاكرة تليفون هالة؟ ده انا حتى عرفت انه تليفون حضرتك. ايوه هالة اتصلت بيا يوم الحادثة بيتي في اسوان وسابت لي خبر على الانسر ماشين. عارف قالت ايه؟ قالت ان حضرتك سامي توفيق موجود عندها في الشقة وان كل تصرفاتك مش طبيعية وشريت عندي. هالة النمسا قالت كده؟ طب ليه؟ انت اللي قتلتها يا سامي. والله يا مدام مهما قتلتها ولا اعرفها اصلا. ده انا عمري ما شفتها ولا قابلتها ولا حتى كنت اعرف انها بتشتغل معانا في الجرنان. انت مش قلت العقد الالماز مش معاك؟ ايوه العقد الالماز مش معايا فعلا. اصل انا اديته لواحد صاحبي اسمه ايه يا سامي؟ اسمه جرواني. جرواني الاستاذ جرواني المحامي. بس ده يهمك في ايه؟ لان العقد ده بتاع الانسه سميره. سميره واتسرق منها وعملت محضر في الشرطة. عشان كده بقى سميرة ما بلغتش المباحث ان انا اللي رديت عليها في التليفون. اكيد كانت مستنية لما تاخد العقد بتاعها. اعترف يا سامي انا هساعدك في مواضيع كتيرة انت ما تعرفهاش. مين اللي دفع لك عشان تقتل هالة؟ والله العظيم ما قتلتها. اعترف يا سامي انا هساعدك في مواضيع كتير قوي انت ما تعرفهاش. مين اللي دفع لك علشان تقتل هالة النمس؟ والله العظيم ما قتلتها. امال مين اللي قتلها؟ معرفش يا مدام. انا معرفش. مش حضرتك بتقولي ان في مواضيع كتير انت تعرفيها وانا معرفهاش؟ هالة النمس انا اللي عينتها هنا كنوع من المساعده. جات لي من شهر وكانت في حاله سيئه جدا. كفايه خدي امسحي دموعك وبالراحة كده احكي لي ايه اللي حصل. في شخص ما بيحاول يطاردني بيحاول يضايقني بيستغل اني عايشة لوحدي. حاول يعمل معايا علاقة اكتر من مرة رفضته وللأسف اتقلب العدو ضدي. عايز يحطمني عايز يتسبب في طردي من الجريدة واخيرا اعلنها صراحة في وشي. قال لي انه هيحاول يستغل نفوذه عند حضرتك. مين الشخص ده يا هالة؟ مفيش داعي يا مدام مفيش داعي. مش هقدر اقول لحضرتك هو مين بس عشان خاطري انا جيت وقلت لك النهارده
عشان يا ريت ما تصدقيش اي حد يحاول ينم في حقي عند حضرتك. على العموم انا هحقق في الموضوع ده، وزي ما كل الناس عارفاني انا دايما مع الحق، مع المظلوم وضد الظالم. وعرفت مين الشخص اللي هددها؟ رفضت تقول اسم. بس هو صبري، اكيد صبري مفيش غيره. قصدك عشان مسألة العزوبيه دي؟ ايوه بالتاكيد طبعا. لا مش صبري، والعقد ده فلسه، ما يزيدش ثمنه عن 150-200 جنيه. انا واجهت صبري وانكر، قال لي ده مجرد هديه من اب لبنت زي بنته. الله، امال يبقى مين بس اللي قتلها؟ انت اللي قتلتها يا سامي. انا والله العظيم ثلاثة ما حصل، انا برضو قاتل بني ادم يا مدام مها. ده انا بخاف اقتل ناموسة، ده انا لما بشوف الفرارجي بيذبح فرخه بترعب، بموت من الرعب. ارجوك يا مدام مها، ارجوكي اديني فرصه واحميني 3-4 ايام بس، ما تسلميش الشريط اللي عندك للبوليس لغايه ما انا كمان اجيب دليل براءتي. ما اقدرش، مركزي ما يسمحليش اتستر على واحد مجرم زيك. يا مدام انا مش مجرم. يبقى تسلم نفسك. ما اقدرش. ايه ده انت هتعملي ايه؟ هطلب البوليس عشان تسلم نفسك. أكيد البوليس هيقدر موقفك ويعرف الحقيقة. أقف عندك ولا حركة، هضربك بالرصاص. إيه ده؟ مسدس بحقي وحقيقي. ركب الفيشة يا سامي واطلب البوليس. مدام مهد أنت أكيد عارفة القاتل. ركب الفيشة يا سامي، أنا هساعدك، هقف جنبك بكل إمكانياتي. ركب الفيشة. تحت امرك يا مدام. وادي الفيشه. شفت سامي بيقفل على حضرتك باب المكتب بالمفتاح من بره، قلت اطمن عليك. انت تجري تقعد عليه. اقبض على مين؟ سامي هو اللي قتل هالة. سامي خد عربيتك ودور عليه. طيب حاضر، في احد اجري ودور عليه. طيب اركب عربيتي واروح وراها. ايوه اضربه. حمدي انا عايز اكلمك في موضوع مهم. بعدين بعدين يا محمد. موضوع مهم علشانك. ابعدي انت بس دلوقتي، ابعدي من هنا يا ابني. اسمعني. تاكسي. فينك يا جرواني؟ اطلع بسرعة. أنا حبيت أريح ضمير وعملت اللي علي. خلاص بالك يا سعادة البيه، أنا نعرف القتيلة ونعرف جوزها. جوزها؟ أنت متأكد إنها كانت متجوزة؟ أيوة سعادة البيه، وصورتهم يوم حفل جوازهم، كانت حفلة صغيرة وما كانش فيه غيرهم هما الاثنين. حتى انا والصناعية كنا مستغربين قوي، فرق السن بينها وبين الراجل اللي اتجوزته كان فرق كبير قوي. الراجل العريس كان قد ابوها تقريبا، وطلب مني ما سلمهاش الصور ودفع كويس. قول لي بقى عم كحيل، مين في دول بقى يبقى جوزها؟ اهو يا سعادة البيه، هو ده. ده صبري رئيس التحرير. مظبوط يا سعادة البيه، اسمه الأستاذ صبري وبالأمارة بيشتغل صحفي. طب قول لي يا عم كحيل، ما تعرفش مين اللي معاها في الصور دي؟ لا يا بيه ما اعرفهمش. الله، انت مش بتقول ان صبري يبقى جوزها؟ ايوه يا بيه انا متأكد، اصل الراجل السمسار اللي اجر لهم الشقه المفروشه اللي كانوا قاعدين فيها معرفه، اصله سمسار وفي نفس الوقت بواب العماره اللي كان فيها الشقه، وعارف ومتاكد ان الاستاذ صبري ده جوزها. الله، امال شاكر واحسان يبقوا ايه؟ مين شاكر واحسان دول يا بيه؟ ما عنديش فكره، اصل دول من مجموعه صور مراقيه واللي مصورها الواد فكري، ولو مهمه اسالك فكري واكيد هيعرف. بقول ايه يا سعادة البيه، 50,000 جنيه اخبارهم ايه؟
هنشوف يا عم كحيل، هنشوف الصور دي هتوصلنا لإيه. حوش الدم، حوش الدم يا هلا، يا الدم ده كله، حوش الدم يا هلا، دم دم جاي منين الدم ده كله؟ جاي منين؟ هلا حوش حوش الدم الحياة هلا، لا هلا حوش الدم، يا دم كتير أوي، دم كتير أوي، لا ما تموتيش يا هلا، ما تموتيش، ما تموتيش، ما تموتيش يا هلا، مديك، كزيني، كزيني مدي، مدي، الحياة هلا، بغرق، بغرق في بحر، بغرق، 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 كزيني، بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ساتر اللي انا شفته ده، يا ساتر يا ساتر يا ساتر، مين؟ مين بره؟ مين؟ مين اللي بره؟ ومرعوب، لا لا انا كده ممكن يجرالي حاجه، ممكن عقلي يروح، ممكن اضيع، ممكن عمري كله يضيع، لازم اخرج من هنا، ايوه لازم اخرج، البس هدومي واخرج، البس هدومي واخرج. أحسن دلوقتي؟ الحمد لله. دكتور أنت ليه مش عايز تحجزني هنا؟ مع إن المسألة مش هتكلفك أي حاجة خالص، أنا بترجاك. حضرتك مش مريضة. بس أنا تعبانة. لو كل واحد عنده مشكلة نفسية جانا هنا المستشفى وطلب إن إحنا نحجزه، مش هنلاقي سراير تكفي الناس، وهنحتاج لعشرات الالاف من المستشفيات. بس انا عايزه اعيش هنا. انت عايزه تهربي من الحقيقه، او بمعنى اصح عندك مشاكل وعاوزه تهربي منها. انا مش عايزه اهرب، لكن مفيش حد عايزني، مفيش حد بيحبني. وانتي بتكرهي مجتمعك ليه؟ انا ما بكرهش حد، بالعكس انا سبب مشاكلي اللي بحب كل الناس، حتى اللي اذوني واللي خدعوني. الهروب ده ملوش غير معنى واحد، انك شخصيه سلبيه. بالعكس بقى، اسمحلي، انا انسانه ايجابيه جدا وما بسيبش اي حاجه بدون راي او مناقشه. بالتاكيد في ناس بتحبيهم وبتثقي فيهم. زوج، صديق أو صديقة، أخ أو أخت، قريب أو جار، بالتأكيد على الأقل في ناس بتثق فيهم
ومؤكد في ناس طبعا بيحبوكي وبيحترموكي. مفيش لا في جميل. مدام منى ايوه والجرواني جميل وسامي ايوه سامي سامي راجل طيب جدا وابن حلال كمان. مين سامي ده؟ سامي ده جوزي. لا مش جوزي. حضرتك متجوزة؟ ايوه لا كنت متجوزة انا دلوقتي متطلقة. ومين كان جوزك؟ سامي ده؟ كان حصلت مشاكل؟ ايوه مشاكل صغيرة لكن فضلت تتراكم على بعض لحد ما بقت عاملة زي الجبال. وماله؟ مفيش زوج أو زوجة مالهمش مشاكل. وليه يبقى في مشاكل؟ الحياة لا تخلو من المشاكل. وليه أصلا الحياة فيها مشاكل؟ ذنب ايه انك راجل مثالي؟ مثالي في كل حاجة إلا في مطالب بيتك يا اخويا. حرام عليك محدش وداني في داهيه الا مثاليتك الخايبه دي. بص الزملاء كل واحد منهم حلفه عربيه وحلفه شقه وانت حلفتك ايه؟ ما حلفناش غير الديون للبقال والجزار. يا ختي وهو الراجل اللي ما يكفيش بيته يبقى مثالي في ايه؟ ها؟ مثالي في بهدله مراته؟ مثالي في بهدله بنته؟